الرياض. انت اكثر صرت متمرس بالرياضه من بعد ما خسرت حاسه المظهر؟ لانه اول شيء انه انا يعني كشخص عادي انه بحب الرياضه، امارس الرياضه مثلي مثل اي شخص ثاني. وغير حبك للرياضه انت عم بتحب الفن، برمضان انت شو بتعمل عاده؟ كيف بتقضي يومك؟ بروح على الرياضه مثلا، بروح بلعب الرياضه بنادي اجمل لاصحاب الهمم. انا بقضي رمضان يعني بين انه بشوف مسلسلات. هلا اكثر شيء عم تابعه هو العربجي ومال الابان. يلا يعني انا بس بدي افهم شو عجبك بالعربجي؟ ها شوف، لا حول الله لا حول الله. كيفك استاذه؟ شو اخبارك استاذه؟ مين انا؟ ديما قندلفت. لا شو اخبارك؟ طمنيني. تمام، كيفك انت؟ والله تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ منيحه. بس هلا عن جد احكي لي شو عجبك بالعربجي؟ مشرانيتك. مشرانيتي. والله كتير حلو، يعني مسلسل هيك باكج كامل كتير حلو، وانتي مبدع ما شاء الله. تسلم. الله يخليك يا رب. انا فاجأتيني بصراحه. يعني عم بحكي على قصه العربجي وهيك دخلت هيك سمعت. بدي اقول لك انه انا كمان بعرفك، انا شفتك على السوشيال ميديا. شفتك على السوشيال ميديا، كانت الصديقه العزيزه النجمه شكرا مرتجى كانت حاطت لك ستوري، صح؟ نوجه لها تحيه. نوجه لها تحيه كمان لشكرا. شفتك وسمعت قصتك وأثرت فيني كثير لأسباب كثيرة. أول شغلة انسحرت بصوتك، ما شاء الله عنك. لا خلال السنة صوتك كثير حلو، اسم الله. الله يسلمك يا رب. أنت بتعرف ليش هون أنت هلا؟ ليش؟ ما بعرف شو قالوا لك. قالوا لي مثل انترفيو أو شيء، يعني مثل شيء مقابلة أو هيك شيء. أنت هون مو مشان المقابلة. لك انت شايف. هون لانه هيئه الاذاعه والتلفزيون السعوديه اختارتني انا لاشكر شخص، وقررت انه انت الشخص اللي انا حابه اشكره. والله تسلم كثير. لاني لما سمعت قصتك كل كلمه كنت عم تقولها كانت عم تاثر فيني اكثر واكثر. اصرارك وعزيمتك وقوتك من جوا ورغبتك بانك ما تستسلم وتكمل وتوصل لكل طموحاتك، علمك اللي حصلته على الرغم. والله خير قلبك، هي شهاده كبيره يعني بعتز فيها من حضرتك. انت الشهاده لإلنا. لا والله انت حسستني. انا بس عم بتفرج عليك كنت عم اقول كلنا بنمرق بلحظات ضعف، وكلنا بنتخيل حالنا بلحظه انه حاجه بكفي، تعبنا خلص. أيوة بدي استسلم. تعبنا. بس يلي لفتني فيك هو قوتك انت من جوا. الحمد لله، هذا كله فضل رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. هي من ايمانك برب العالمين اكيد، ومن ايمانك بحالك كمان. الحمد لله رب العالمين. من ثقتك بحالك. الحمد لله. بقى هيئه الاذاعه والتلفزيون السعوديه حبيت اني انا اتشكر شخص، وانا بدوري بدي اتشكرك الك. تسلمي. اهديك مبلغ موجود هون. اوكي. هذا المبلغ هو 150 الف ريال سعودي. شكرا كثير. وانت بدورك راح تقيم 50 الف وتشكر فيه شخص ثاني انت حابب تشكره. عن جد ما بعرف يعني قاعد يطلع معي الحكي بصراحه، يعني حسيت بشيء بين الواقع والخيال، بس ما توقعت انه احصل على هيك مبلغ بصراحه. حسيت بفخر انه عن جد في حدا بقدر جهودك، في حدا ممكن انه يعرف انت قديش شخص تعبت، يعني شيء كثير حلو بصراحة. اياد بتحس انه الحياة انصفتك؟ مو لهالدرجة لازم تنصفني فيها يعني، بس الحمد لله على كل شيء. طلعي انا في عندي قاعدة عن جد بامن فيها، قاعدة اللي خلقنا ما راح ينسانا، وانا هالقاعدة ماشي حقيقي ما بينسى حدا.
أنا تفاجأت قدي متصالح مع حاله، سلم أمره لرب العالمين واجتهد. شكراً إياد وما شاء الله عنك. الله يسلمك يا رب.